بنرحب فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج شوكة وسكين. اليوم احنا موجودين بمدينة رام الله، تحديدا هبة من مريم كافيه. واليوم نينا رح نتعلم طريقة تحضير طبق البيف ستراجانوف، وبالإضافة لطبق سلطة الجرجير على طريقة الشيف أسامة من مريم كافيه. خليكم معنا. بنرحب فيكم مشاهدينا من جديد، وبنرحب بالشيف أسامة. أهلا وسهلا فيك شيف. أهلا وسهلا فيك شيف. بداية بنحب تعرفنا عن حالك. أسامة الخفاش، طبعا أنا دراستي درست تصميم أزياء، فكانت هاي فيش لها مجال في هاي البلد. طبعا جمعتوا دي جينا من الداخل، من اليهود، جمعت قصات جاهزة إنه عملية دشت الخياط، فربطتها، فلجأت لعملية الشيف بعدها. يعني الشيف كانت هواية عندك بالأساس؟ طبعا. شيف أسامة، شو رح نعمل اليوم؟ إن شاء الله بيف ستراجانوف. هي أكلة روسية طبعاً، مشهورة بروسيا، وهي الأكلة طبعاً ميزاتها أنها خاصة بأيام البرد والشتاء أنها بتعطي دفى وبتعطي طاقة مضبوطة، يعني بتعطي سعرات حرية، لأنها هي عملية مشكلة من خضار، من حليب، من كريمة، من يعني امور جمعياتها. وجبه هي كامله متكامله يعني. طيب مثل ما عم نشوف نحن المكونات، بس خلينا نتعرف عليهم اكثر نحن والمشاهدين طبعاً معنا لليوم. لحمه الفيليه، في عنا شوربه الدجاج، مخلل الخيار، في المشروم فريش، ريحان اللي هو طبعا الفليفله الحلوه مشكله، البصل، زبده، وفرش كريم. طيب وبالنسبة للبهارات، البهارات فلفل أسود، برشة جوز الطيب، إشي خفيف، لأن عارف جوز الطيب بيكون حادقة جدا يعني، فإشي بسيط جدا، رشة خفيفة، رشة خفيف جدا اللي ما تبينش يعني. تمام، نبدأ بالخطوة الأولى نينا، اللي هي شو رح تكون شيف؟ طبعا أول شيء بدنا نحط الزبدة بالمقلاة. إذا بتحبوا تجربوا أنتوا تشتغلوا إشي يعني ولا كيف؟ يلا طبعا بصير بنساعدك يعني، احنا هون مشان نساعدك اصلا. طبعا الزبده تكون على نار متوسطه، بلاش انها تنحرق، افضل. احنا بنبدا نحط المكونات مره واحده، لان الفيليه طبعا ميزت لحمه الفيليه انها بتستوي على السريع. على السريع يعني. صحيح، بس بالاول بدنا الزبده تسيح. المقدار اللي رح نعمله اليوم شيف يعني هيكفي كم من شخص تقريبا؟ لا تقريبا ثلاث اشخاص. ثلاث اشخاص. لحم نشوحها شوي. ما رح نستخدم ملح؟ لا. ليش؟ لانها هي عندنا اصلا شوربه الدجاج مالحه. فرح نستبدلها اليوم بماجي. ماجي، اذا حطينا ملح تطلع الاكل مالح بزياده يعني. بعدين الملح، بعدين حتى اي اكله بدنا نعملها بنخليها خيار للزبون يعني، نحط شيء بسيط لو بده ملح. شوف رح نستعمل عليها بهارات ثانيه غير الفلفل الابيض، او بنقدر نستبدل الفلفل الابيض بالفلفل الاسود؟ بنقدر، بس هو الافضل يعني الفلفل الابيض. واستخدمنا الالوان كمان بالفليت اللي مثل ما عم نشوف شيف. يعني. صح. بصل برضه نفس الشيء. شرائح. ممكن نصغر حجم البصل كمان للناس اللي ما بتحب البصل يعني. بصير، هي طبعا بده يختصر واحد بصل بيختصره، كيف برجع له، بس هي اساسا البصل يعني. والمشروم. المشروم طبعا. قديش بتحتاج شيف هاي الطبق ما بين تحضير وتجهيز وعلى الغاز لحتى يعني يصير جاهز يعني بشكل كامل؟ بدك كثير، مفروض انها ربع ساعة مش أكثر من هيك وبتكون جاهزة. مش أكثر يعني. برضه هاي كمان تعتبر من الأطباق السريعة بشهر رمضان. وجبة سريعة جدا هي. شيف شو الأخطاء اللي ممكن ست البيت ترتكبها وهي بتعمل هذا الطبق؟ في اخطاء معينه ممكن توقع فيها ست البيت وهي بتعمل فيه ولا منها تحرقها او ما تستويها يعني؟ مش اكبر يعني، يا اما واحد يا اما حرق، او انها تخلي الخضار انها لسه مش مستويه يعني انها تقرش، فلازم تكون دبلان يعني الافضل، او انها تملحها بزياده، تحط شوربه بزياده يعني، هذه الامكانيات. وفي اخطاء كمان انه تكون
جوز الهام ما تقدر تحط المقدار الكريمه المضبوطه فتخرب معها الكريمه تخرب تكون جامده جدا تصير طبعا بس اذا جامده بنقدر نضيف عليها مي حليب حليب مي حليب بنكسرها بحليب لا حبيبي تعودنا على السكاكين الكبار والماضية أضيفهم سلام هالإيدين كذا شكلنا وين احنا رح نضيف عليها الصوص هلا تقريبا هلا بس نحط شوي شوربة دجاج الماجي نجيبها تفضل يا شيف رش رش مش مشكلة قولي بس قديش يعني بلاش اكثر بلاش تطلع لنا اياها مالحة هلا رح احط لك مالحة كمان؟ كمان شوي اوه يعني شوف احنا بنحط مقدار قديش تقريبا زي معلقة صغيرة ولا أكثر؟ تقريبا يعني معلقة كبيرة لهي معلقة كبيرة تمام شيف؟ تمام بس الفرش كريم غلبة يا قديش تقريبا رح نستخدم الكريمه شيف؟ هاي حسب الحجم يعني بدنا نغطيها يعني تكون مغطسه نستناها تغلي شوي بيكون الطبق جاهز بس شو نكسرها بشوية حليب لانها تطلع جامده تطلع جامده هيك هي لازم طبعا تغلى تصير ثك اضيف هلا الحليب اضيف فيه شوي حليب كمان ماشي طبعا انا شايف هيك صار جاهز تقريبا لازم انه نحن نزينه بدنا نتعرف على طريقتك بالتزيين وبالتقديم للطبق ان شاء الله يلا طبعا هو بيلزمه رز ابيض اساسي فيه هون الرز نحن عنا جاهز يعني طبعا جاهز 100% الرز الابيض يعني ما بده طريقه اي واحد يعني بيعمله يعني بيعرف كيف طريقه يعني. تحضير الرز طبعا هي كان اول تريك بالتزيين اول طريقه بالتزيين فليفله بالصحن فليفله على وجه الرز طبعا بنحطه حولها طب شوف شو القيمه الغذائيه اللي ممكن انه نحن نحصل عليها من هذا الطبق طبعا هو مشكل مليان في تقدر تحكي عن حليب عن اللحوم بروتينات حيوانيه في عندك فيتامينات الخضار فيتامينات فيتامين سي بالذات سعرات حراريه عاليه بيعطي طاقه عاليه خاصه للي بيدربوا رياضه وبدهم طاقه وبروتينات فبلجأوا لهي الوجبات دائما الدسمه طبعا بالاضافه للسلطات اللي رح نعملها جنبها ورح تكون على المائده بشكل عام طبعا فبتكون اكله متكامله يعني اكيد طبعا هلا هي بلزمها طبعا اخر شيء بنحط ايش مخلل الخيار عليها طيب كيف ممكن انه نحن نحبب الاطفال بهذا الطبق يعني شيف بطريقه التزيين يعني طبعا يعني كل عمر له طريقته بالتزيين يعني طبعا يعني بنقدر الاطفال نعمله على طبق اكبر من هيك وندخلهم ديكورات نعمل يعني حول الرز نعمل شجره فهون بيلفتهم النظر للطبق فبياكلوه طبعا فبياكلوه يعني طبعا مع انه يعني منظرها هيك ملفت يعني شوف سلم ايديك طبعا احنا هون مجهزين ديكورات من قبل الخيار عملناه الفجل قشة البندورة طبعا بنحطها بمية مع ثلج باردة مع ثلج ليش ثلج باردة؟ الثلج لأنه طبعا كل ما هاي الديكورات قعدت زيادة بالمية مع الثلج بتفتح أكثر نقدر نشكلها طبعا مثل ما بدنا تشكل زي ما بدنا حتى قشة البندورة بتعطي شكل الوردة أسهل يعني ما إنك تقشيها وتعمليها مباشرة طبعا هي ملهاش زمان مفروض إنه منها أفضل يعني شو بدنا نعملها وردة؟ وردة من حسن حظنا عشان نعرف كيف نعملها وردة طبعاً هاي نقدر نحطها فوق الرز هون الخيار طبعاً طبعاً
هاي هي الأشكال اللي ممكن تجذب وتلفت نظر الطفل يعني بشكل خاص. هي طبعا كل ما كانت جات حسب الأكل أكبر يعني بيقدر من هاي الورد إن نعمل شكل نخلي شكل أكتر. نخلي بنقدر نعمل إنه شكل ورد شجرة بورد جوري منه يعني مع ورق الخس والفليف الأمور يعني في أشكال كثيرة. طبعا هاي شوف طريقتك أنت بالتحضير وبالتقديم في أشخاص تانيين. طبعا تختلف هاي الورد يعني بقدر يعني هاي أحطها في داخل هيك. شكل يعني هاي بحطها بدالها. عاملين الفجر زي الفطر الفطر المشروم. فطبعا الديكورات حرية الشيف كيف بيشتغل فيها. هو بحب يشتغل هيك طبقنا صار جاهز. هيك طبقنا جاهز للتقديم. اي نعم تمام. نحن كمان بدنا نعمل سلطة الجرجير مرافقة مع هذا الطبق لحتى يكون صحن ووجبة دسمة ومتكاملة كلياتها مع بعض. هلا رح نبلش بالسلطه اللي رح نعملها. سلطه الجرجير طبعا. طيب شو الاشياء اللي بنحتاجها غير الجرجير؟ طبعا لها عده طرق سلطه الجرجير. طبعا نقدر نستخدم عصير جرفوت برتقال اذا بدنا برتقال طبعا ليمون بنقدر نستخدم زيت الزيتون طبعا سماق زيتون اسود والجوز للزينه والجوز برضو طعم. وبنقدر طبعا نضيف عليها اذا بدنا بلو تشيز اللي هي اللي بسموها الجبنه المعفنه طبعا هي بتكون ازكى من اغلى انواع طبعا الجبن. من اغلى انواع الجبنه طبعا بنقدر نحط فليفله ملونه بصل شرايح بندوره شيري. فسلطه الجرجير طبعا بقدر الواحد يفنن فيها زي ما بده يعني هي بحر واسع. بحر واسع لها عده طرق يعني اكثر من طريقه لها يعني. طيب يلا صراحة أنا أول مرة بسمع بأنه نقدر نحط معها جريفوت أو برتقان. إن هاي طريقتك هون بالمطعم. طريقتي طبعا برتقان أو جريفوت مع زيت زيتون بعطيها نكهة خاصة مع ليمون طبعا نكهة الحامض يعني. هون بنستغني عن الليمون أو نخليه لما نستخدم الجريفوت. الليمون هو أساسي فيها تقريبا يعني بس بكمية أقل يعني بنقلل الكمية. زيتون على وجه للزينه طبعا بدنا نحط سماق. هلا لازم نرش السماق والجوز كمان والجوز طبعا مين تناولينا الجوز اغلبك الجوز نقدر انه نحطه زي ما هو او نزغر الحبه يعني وهيك طبق السلطه بيكون جاهز سلم ايدك شوف هو طبعا مزين حاله من حاله يعني كله ألوان يعني الألوان اللي فيه طبعا صح. الألوان اللي فيه بدنا نحط بس هيك يعني شرحة وردة بندورة لابد من اللمسة السحرية تاعتك شيف فهاي سلم إيدين صحتين وعافية على قلبك سلم إيديك شيف يعطيك ألف عافية غلبناك معنا في شيء غلب أهلا وسهلا فيكم شرفتونا أهلا فيك. بتمنى مشاهدينا إنكم تجربوا أطباقنا على طريقة الشيف أسامة من مطعم مريم. رمضان كريم إلى اللقاء.